حظوظ الجزائر. الكثير من دخلت بزاف لي لايف هنا في اليوتيوب ولا في منصات اخرى، لقيت كاين يعني تخوفات من بعض الاخوه، قال لك ملف الجزائر قد يرفض ولا قد. اولا لن يرفض ملف الجزائر، او الجزائر من الناحيه الاقتصاديه عندها كل المؤهلات، عندها كل المؤهلات. ربما كاين تاخر في بعض الانجاز في انجازات معينه، ولكنها مؤهله. الثروات الموجوده، المساحه موجوده، يعني كلش موجود. واش تحوس؟ اليورانيوم كاين، البترول كاين، الغاز كاين، اما نجبو سبير هنايا مش كيف كيف، ماهيش كيف كيف. المياه الجوفيه كاين، الفلاحه كاين، كاين كلش، كاين كل خير، المؤهلات موجوده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اخرى متابعينا الكرام، اهلا وسهلا. استفسار احدى متابعيني سول من هم الدول اللي ما صوتوا على الجزائر وجاوا ضد الجزائر. طبعا هذا معروف، لانه الدولة الأولى هي المروك، والدولة التابعة هي الكيان الصهيوني، والدولة الثالثة هي الإمارات، والدولة الرابعة هي جيبوتي، والدولة الخامسة هي ليبيريا، والدولة السادسة هي أوكرانيا. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. تحيا الجزائر شامخة شموخ الجبال برجالها الأبطال، وتحيا الصحراء الغربية وفلسطين وليبيا وموريتان والعراق والسودان وكل الدول اللي تبقي الدولة الجزائرية. ومرحبا بكم وسهلا كاملين متابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أوائل الدول التي تقدمت بطلب عضوية للبريكس كانت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان واثقا من قبول الجزائر في البريكس، وفي نهاية عام 2022 وفي مقابلة مع التلفزيون الجزائري قال: أتمنى أن يكون عام 2023 متوجا بدخول الجزائر منظمة بريكس. أضاف: لدينا موافقة روسيا والصين وجنوب أفريقيا، والرئيس الجديد للبرازيل سيوافق على انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس. على فكرة في مقابلة مع الجزيرة قبل 4 شهور أكد هذا الكلام، لكن قال شيء مهم جدا، قال: الهند لم تمانع على الرغم أنه ما وصلنا لحد الآن موافقة الهند. بالفعل أودعت الجزائر مبلغ 1.5 مليار دولار في بنك البريكس لتصبح مساهما في هذا البنك. لكن التقارير تشير أنه مع أن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا كانوا مع انضمام الجزائر، إلا أن الاعتراض قد يكون أتى من الهند. طبعا تنوعت الآراء في أسباب عدم قبول الجزائر في البريكس، ومنها كان متشنج مع ومنها كان متشنج ضد. كلنا نحترم جمهورية الجزائر ونعتبر الشعب الجزائري من الشعوب العربية المتقدمين جدا في القومية والنضال المشرف، ويكفي الجزائر أن لقبها هو بلد المليون شهيد بسبب عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء حرب التحرر من الاستعمار الفرنسي. وهناك جزائريين بيقولوا لازم نغير التسمية إلى بلد المليون ونصف مليون شهيد، على اعتبار أن عدد الشهداء تجاوز المليون بكثير. رحمهم الله جميعا، فهم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، هم وجميع أبناء الشعب الجزائري الحر الأبي. وعلى الرغم من حبنا للجزائر، إلا أنه من المهم النظر في الأسباب الحقيقية لرفض الطلب بتجرد وبتحليل علمي كلما أمكن ذلك، وطبعا ذلك من باب التعلم والفهم الأشمل لموضوع البريكس وآلية الدخول إلى هذه المجموعة. خلونا أولا نعطي بعض المعلومات عن اقتصاد الجزائر، وخلينا نقارنها مع إثيوبيا مثلا، الدولة الإفريقية الأخرى التي قبلت في البريكس. وفقا للبنك الدولي، الناتج المحلي الإجمالي للجزائر هو تقريبا 191 مليار دولار. إذا بتلاحظ النمو، كان الناتج المحلي الإجمالي للجزائر عام 2000 حوالي 54 مليار و790 مليون دولار، يعني نما 3.5 مرات خلال 22 عاما. هذا نمو جيد. بالمقابل الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بلغ عام 2022 حوالي 126 مليار دولار، يعني أقل من الجزائر. إذن لو القرار كان على حجم الناتج المحلي الإجمالي بنقول قرار ظالم.
خلينا ناخذ عدد السكان في الجزائر. عام 2022 حوالي 50 مليون نسمة. إثيوبيا 118 مليون نسمة. بالمناسبة تعتبر الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، مساحتها 2,300,000 كيلومتر مربع، وهي أيضا أكبر دولة مساحة في العالم العربي والعاشرة على مستوى العالم. لغاية عام 2011 كانت الدولة الأكبر مساحة في إفريقيا هي السودان، لكن تراجعت للمركز الثالث بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انفصال جنوب السودان وللأسف الشديد. يعني الجزائر من حيث الإمكانيات دولة كبيرة، ومن حيث المساحة كبيرة، ومن حيث عدد السكان جيدة. إذا بتقارنها مع الإمارات حوالي 10-11 مليون، 50 مليون الجزائر. اقتصاد الجزائر جيد وأكبر من اقتصاد إثيوبيا التي قبلت في البريكس. إذن لماذا تم رفض طلبها؟ أول سبب من الأسباب اللي أنا وجدتها بيقول لك تم رفض الجزائر بناء على انخفاض معدل نصيب الفرد نسبة للناتج المحلي الإجمالي. طيب خذ السعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا، هذولا قبلوا. السعودية حوالي معدل نصيب الفرد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حوالي 23 ألف دولار للفرد. الإمارات حوالي 44 ألف دولار للفرد. جمهورية مصر العربية حوالي 3,698 دولار للفرد. إثيوبيا 925 دولار للفرد. الجزائر 3,690 للفرد، يعني سيم تقريبا مصر. يعني الجزائر مثل مصر وأعلى كثير من إثيوبيا. بالمناسبة إيران اللي تم قبولها أيضا في البريكس معدل نصيب دخل الفرد بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 4,000 دولار، يعني مش كثير أكثر من الجزائر. أقول لك الجزائر نصيب الفرد فيها أعلى من مثيله في الهند، وهي الدولة العضو المؤسس لمجموعة البريكس. معدل نصيب الفرد الهندي للناتج المحلي الهندي 2,256 دولار، بينما الجزائر 3,600. طيب إذا هذا السبب أيضا مش مقنع ولا واضح، شو المعيار؟ لكن إذا بنقارن الجزائر مع إثيوبيا، نأخذ الاقتصاد شوي، بنقارن الجزائر مع إثيوبيا، هناك ملاحظة تتعلق بسرعة نمو إثيوبيا. نمى الاقتصاد الإثيوبي منذ عام 2000 إلى 22 تقريبا 16 مرة، الجزائر 3.5 مرات، إثيوبيا 16 مرة. من عام 2005 إلى 2012-13 كان معدل نمو الاقتصاد الإثيوبي حوالي 10.5 سنوية. يمكن يكون لسرعة النمو الإثيوبي الذي يعتبر من الأسرع نموا في إفريقيا دور في قبول إثيوبيا، لكنه لا يبرر عدم قبول الجزائر. طيب يعني عندك سببين غير مقنعين. السبب المحتمل الثالث تنوع الاقتصاد. أحد الأسباب التي وردت هو أن اعتماد اقتصاد الجزائر كبير على النفط، يعني تعتمد اعتماد كبير جدا على النفط. إنتاج الجزائر من النفط يوميا حوالي 1,211,863 برميل، ترتيبها 16 على العالم. طيب خلينا نشوف العالم. الأولى عالميا أمريكا 11,884,154 برميل يومي. المملكة العربية السعودية 10,644,394 برميل يوميا. ثم روسيا 10,278,370 برميل يوميا. هاي معلومات عن الجزائر الموجودة منشورة من قبل منظمة أوبك، تمثل معلومات عن عام 2021، تتكلم عن قيمة الصادرات الجزائرية. بقول لك صادرات الجزائر 43,344,000,000 دولار. قيمة الصادرات النفطية الجزائرية وفقا لأوبك بقول لك 23,316,000,000 دولار. طيب إذا كم تشكل الصادرات النفطية من مجمل الصادرات؟ 54%. طب الإمارات حوالي 40% صادراتها النفطية. السعودية حجم صادراتها النفطية فوق 70% من حجم الصادرات الكلية. يعني الصادرات النفطية مش سبب مقنع لرفض دخول الجزائر للبريكس. على قولة أم كلثوم، حيرت قلبي معاك وأنا بدور وبحلل. لماذا تم رفض طلب الجزائر للانضمام للبريكس؟ خصوصا أنه لم يصدر للبريكس أي معلومة. قال لك هذول فاتوا وفي 22 دولة أخرى، اللي هم 22 تقدموا منهم فات 6، ظل حوالي 16، هذول ما بين البريكس ليش ما فاتوا. لا هي المساحة ولا عدد السكان ولا معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ولا الصادرات. ما هو السبب؟ هل هو نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي؟ بلغت نسبة مديونية الجزائر للناتج المحلي الإجمالي الجزائري لعام 2022 حوالي 52.4%، يعني مش مرتفع، وخصوصا إذا ما قرناه مع جمهورية مصر العربية مثلا 88.53%، أو الهند حوالي 88%.
لاحظ أنه نسبة مديونية الجزائر 52.4 هي قريبة جدا لأثيوبيا 46.3%. لكن لاحظ الهبوط التاريخي بالنسبة لمديونية أثيوبيا، توقعات أيضا أن تنخفض المديونية إلى 28% حوالي 28% في عام 2028. أنا من خلال التحليل بصراحة ما عرفت بالضبط لماذا تم رفض طلب الجزائر، لكني عرفت لماذا تم قبول أثيوبيا. فعلا أثيوبيا فاجأتني، ويمكن هذه المعلومة تفتح عيوننا جميعا على اقتصاد أثيوبيا. موضوع آخر، من التحليل بدأ أتنبأ تنبؤ قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لكني أتوقع وأتنبأ أن للجزائر فرصة مستقبلية أن تنضم لمجموعة البريكس، إن لم يكن طبعا هاي المرة راحت عليها، لكن أكيد في المرات القادمة قد تضع الجزائر خطة تحديث اقتصادي أو ثورة بيضاء اقتصادية ترفع نسبة النمو الاقتصادي، تنوع الاقتصاد، تقلل البطالة، تزيد من قوة قطاع التصنيع والصادرات الصناعية، مما يؤهلها للدخول في المجموعة. هذا والله أعلم، ربما يكون الطريق الأقصر والأسرع هو إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي أو ما يعرف باتحاد المغرب العربي للسعي نحو مزيد من الاستقرار السياسي والتجارة البينية التكاملية. وعلى فكرة ما ينطبق على الجزائر الحبيبة قد ينطبق على أغلب دول شمال إفريقيا. كل التوفيق بالزاف على قولة أهلنا في الجزائر، لأهلنا في الجزائر، ويعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله.